جيرمان دينيس في المقدمة بالنسبة لنادي أودينيزي. كرة ملعوبة في منطقة الجزاء، محاولة تسديدة، يفوه تصدي، لكن لا يقف عند رغبة البيانكوناري، لا يقف عند رغبة سبريتي. هدف التعادل لأودينيزي. سباتا سجل، المدافع سجل، سباتا للسبريتي، سباتا للسبريتي، هدف التعادل بالرغم من التصدي من تي جي، لكن سباتا يضع الكرة في شباك اليوفي ويسجل التعادل. شوف الكرة الماضية، شوف ردة الفعل الأولى، وشوف الكرة من سباتا ملعوبة. هدف ثاني في شوط ثاني ممتع إلى الآن، وهدف التعادل يأتي لمصلحة أودينيزي. 22 سيسوكو إلى أرضية الملعب، وعلى حسب المواقع الإلكترونية أو التصنيف الذي جاء لأفضل 10 انتقالات فأن صفقة انتقال كاسانو من صفوف سامبادوريا إلى الميلان. هنا محاولة لصفقة الانتصار، نعم هي صفقة الانتصار لأودينيزي، تأتي عن طريق تشيلي أليكس سانشيز من أمريكا الجنوبية إلى أراضي أوروبا. هنا في جنة كرة القدم اللاعب أليكس سانشيز يذيق اليوفي النار، في جنة كرة القدم سانشيز يذيق اليوفي النار من خلال هدف ثاني يأتي في اللحظات الأخيرة في توقيت قاتل. وصلت الكرة الماضية في الجهة اليمنى، تمريرة مثالية في الكرة الماضية من إيسلا، من تشيلي إلى تشيلي، من تشيلي إلى تشيلي، كرة في شباك اليوفي. هدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة نادي أودينيزي، سجل أودينيزي.